للحديث عن أوضاع النازحين خاصة مع اجتياح العراق موجة برد عارمة ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. أستاذ ضياء لنبدأ من دعوة مفوضية حقوق الإنسان، يعني دعت لتوفير المساعدات العاجلة للنازحين خاصة بعد موجة البرد التي تجتاح الآن العراق، يعني ما هو تقييمكم وكيف تابعتم هذه الدعوة؟ حقيقة هذه الدعوة جاءت متأخرة جدا، لأنه موجة البرد هي كانت معلنة ويعرفوها الأنواع الجوية، يعني حذروا من مغبة البرودة الشديدة الذي تصل والعواصف الثلجية الذي دخلت على هذه المنطقة، وهم يعلمون هذا، المفروض يتحضروا لها قبل هذا، قبل ما يحدث. الآن المخيمات حقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يملكون أي شيء. المشكلة ليست المنظمات الإغاثية، المنظمات الغير حكومية، المنظمات المجتمع المدني، هذه تعمل للمساعدة وليست هي المسؤولة الأول والأخير عن ما يحدث بالعراق. المسؤول الأول والأخير هي الحكومة العراقية من 2015 ولحد هذه اللحظة. الحكومة العراقية لم تحل مشكلة النازحين. النازحين بهذه الحالة هي ممكن حلها من زمان، ولكن الحكومة هي غاضة النظر عن هؤلاء الناس الذين نزحوا من مناطقهم السكنية لأسباب عدة، إذا كانوا في الرمادي وإذا كانوا في فلوجة وإذا كانوا في الموصل. حقيقة نزوح هؤلاء الناس هم مضطرين، والاضطرار هو القصف والاعتداء اللي صار عليهم والحرب الذي كانت موجودة في هذه المناطق. مع الأسف الحكومة العراقية أنا يعني أجزم أنه متقصدة ومتعمدة بمعاملة هذه الشريحة من البشر لكن هناك من يفسر أن كما ذكرتم أستاذ ضياء الحكومة مسؤولة عن أوضاع النازحين، أيضا كما ذكرتم تفضلتم قبل قليل الحكومة لم تقم بحل مشكلة النازحين، وأنت ذكرت بأن الحكومة تتعمد الإهمال، ولكن هناك رأي آخر يقول بأن الحكومة عاجزة عن توفير حماية يعني بالنسبة للنازحين المتواجدين في خيم النزوح، ما هو ردكم على ذلك؟ أخي نحن نعلم المناطق المدمرة هي مناطق معلومة، من ضمنها الفلوجة، من ضمنها جرف الصخر لحد هذه اللحظة. القوات الميليشيات الإيرانية مسيطرة على جرف الصخر، والناس الموجودين سكنة المنطقة ابعدوا من هذه وهجروا من هذه المنطقة، بالفلوجة كذلك وفي الموصل كذلك. نحن نعلم أنه ممكن إعمار المنطقة وإعمار المنطقة ويعودون الناس، هم لا يسمح. أخي الحكومة العراقية لا تسمح بإعادة الناس إلى مناطقها، الموجودين العراقيين يريدون يعودون للمنطقة وهم يعمرون المناطق الذي دمرت. لماذا تمانع الحكومة أستاذ ضياء؟ لماذا تمانع الحكومة من عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم ومناطقهم؟ ما السبب في ذلك؟ يعني هل علينا هو يخفى أن الحكومة طائفية؟ نعم. هل هذا يخفى علينا؟ هل يعني هذا مخفي علينا؟ الحكومة العراقية طائفية، والحكومة العراقية مسيرة من إيران، وإيران يريد تدمير هذه المنطقة بالأكمل. يعني هاي حقيقة لازم واحد ينظر لها. لحد هذه اللحظة الحكومة العراقية تدفع ملايين وبالمليارات من الدولارات لإيران لإنعاش الاقتصاد الإيراني. يعني هاي مسألة يعني لازم كل عراقي يعرفها. الذي يدفع لإيران لإعمار إيران ومساعدة إيران، هذه ممكن تبني المدن كاملة بالعراق وإنقاذ العراقيين من هذه المحنة الموجودة. المبالغ التي تصرف على الميليشيات بقتل الشعب العراقي كافية أن تعمر العراق من البصرة وإلى أي منطقة بالعراق أخرى المدمرات. يعني حقيقة العراق أصبح يعني مدمر كاملة من قبل هذه الحكومة، والحكومة لا طيب. يمكن أستاذ ضياء الحكومة ليس مستعدة، وإنما لا يمكن أن تقوم بأي جزء من تقديم المساعدات لأبناء الشعب العراقي.
أستاذ ضياء، هناك حديث عن الوضع الأمني المرتبط بعودة النازحين، هناك دور واضح للميليشيات في منع النازحين من العودة، لكن ما الهدف من وراء ذلك؟ أخي أكو عندنا أعمار 7 سنوات إلى 12 سنة وعوائل موجودة، إحنا نشوفهم بالتلفاز ونشوفهم كيف يمشون ويقولون ذولا من عوائل دواعش وما اعرف ايش. يا اخي اذا دوله تخاف من طفل 7 سنوات عمره، هاي شوها من هذه الدوله؟ يعني هل معقول هذه الدوله تخاف من طفل 7 سنوات ومن امراه لا تحمل السلاح ومجردين من كل شيء؟ حتى حذاء لا يملك؟ وتقول هذول جماعه داعش ولازم يعاملون كذا؟ يعني هذا يعني حتى اذا كان ابوه من داعش هذا مو عراقي؟ حتى ولو كان هذا مو عراقي، مو ابن العراق، هذه مو امراه عراقيه، هذه هي مو شرف العراقيين وابناء العراقيين. وينهم ذول الغيارة اللي يقولون هسه؟ لحد هذه اللحظه الازمه الموجوده في العراق ليست ازمه ماليه او ازمه اقتصاديه، وانما ازمه ضمير. الناس العراق السياسيين العراقيين لا يملكون الضمير ولا يملكون الولاء الى الشعب العراقي، وانما ولائهم الى جهه اخرى، ليست ولائهم للشعب، ولائهم إلى إيران 100%، وهم يقولون ويعترفون بذلك. نعم أستاذ ضياء من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.